عندي المشكل اخويا مشطبوا عليا من لاكيس وانا ما عنديش وعندي مرض مزمن ودابا ملي جيت قال لك باغي واحد العضو ديال بنادم يجمعوه ويديروه في الصندوق انا نجي من هذاك العضو ديال الصندوق ونبقى انا دابا نطلب في الزنقه ولا فين بغيت نمشي ما عنديش باش نخلص جوج المليون و120 انا كان معمر لي راجلي في بريزون شارج دابا تحبس عليا كل شيء عندي دافع الاول في 12 والثاني في 24 وعندي نهار 27 عندي الدواء خاصني ندفع جوج المليون و120 ما عنديش وعندي النعاس نهار قعدت عليا الطبيبه قالت لي شديت لك البلاصه وحبستها علاش غنحبس كيفاش غندير وانا مريض عندي التهاب كيمشي لي في الدم يعني اللي ما وقفتش بالدواء ما نوقفش ويعني علاش هاد الناس يديروا لي حل يعطوني على ورقتي وخليني نمشي بحالاتي وبغيت منهم حتى شي حاجه ما تنغوت عليهم ما تنقول لهم حتى شي حاجه بغيت غير ورقتي عييت والله تعييت انا من الصباح وانا واقفه ما تنقدرش نوقف ما تنقدرش نوقف زعما دابا اللي تعيشي ما بقاش نقدر نزيد وكيقولوا ما كيخرجوا لعند السكيريتي ما كيخرج عندنا حتى شي واحد يعني انا عييت انا ما كنتغوت مع حتى شي واحد ما كنوض صداع ما حتى شي واحد كندخل عندهم كيعطوني ورقتي ما تيعطونيش يعني دابا الدوسي ديالي انا واقف مين غنجيبو ولا اله الا الله هادشي ما غنقول هادشي اللي غنقول حسب الله ونعم الوكيل في خوتنا المغاربه يعني يديروا في بعضياتنا يطعنوا فينا هادشي راه ماشي معقول المشكل ديالنا هو هاد التقاعد ما يسمى التقاعد حنا كنسميوه التقاعس علاش كنسميوه التقاعس تصور دابا انت طول حياتك كنت خدام في اخر المطاف تتخرج بواحد المهزلة تيقولوا الناس التقاعد كاين مسكين اللي ما عنده لا تقاعد لا تقاعس عنده الهموم مثلا كتعرف دابا اللي ديك اش دراها في عباد الله الغلاء الفاحش ديال الماء والضوء المعيشه صور انسان ما دار والو ونقدروا نسميوه حنا ما عندنا حتى مشكل كمثال ديال هذاك بن كيران 10 سنين وتيكذب علينا 10 سنين وتعطينا الوعود الكاذبه وحنا عارفين واش كان تيقول وشنو كان كيدير وخرج ب 7 المليون ما دار لا خدمه مصلح ما دار حتى شي منفعه على اين صور دابا حنا كيفاش كنعيشوا كنعيشوا مدلولين في ارضنا كنعيشوا مدلولين انسان مسكين وصلت فيه العظم وما كاين لمن تشكي ما كاين لمن تبكي الا لله يعني اشنا هو الهدف من هذا الشيء جوعونا راه جوعونا ظلمونا راه ظلمونا فقرونا راه وصلونا لواحد المراتب تصف الله العظيم اللي كون ما كناش مسلمين غنكفروا بالله ولكن الحمد لله وفضل الصحافه المغربيه وفضل الصحافه الشبابيه اللي مطوعين مع جميع مغاربه كنشكرهم شكرا يعني بليغا هاد الشباب الصحافه اللي معاونين معنا وتيقلبوا على الواقع وحنا تنقولوا من الواقع تنقولوا لهم عندكم وقع لكم ما وقع لنا حنا راه هادشي الخدمه وهاد لي سالاغي وهاد الكذوب راه الكذوب راه ما كاين لا خدمه لا والو في اخر المطاف غتولي تسعه راه ما كاين لا تقاعد ما كاين لا لاكيس ما كاين حتى شي حاجه هذه راه غير كذبه وهم لحوا علينا واغلب الناس تيقوا تنقول لكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا للتجاره التجاره فيها الخير التجاره فيها الربح راه ما تشي الخدمه ولا تشي ديال انا صلاغي ولا راه الكذوب غتخرج بجوج دريال وغتولي تسعه كنتي كتبكي وتشكي ملي غتخرج غتولي تشكي وتبكي وتسعى في اخر يومك غتولي الا ما عندكش واحد الصبر ديال ايوب راه غتكرفص في حياتك فلهذا كنوجهوا رساله لمن يهمه الامر حنا لا نمسوا بشي واحد خصوصا ما كنمسوش حنا بالسده العاليه صاحب الجلاله يبقى دائما ناصره الله فوق الكل حنا كنعرفوا الضغوطات اللي عليه ورغم هذاك الشيء تحدى جميع الضغوطات وراه في جنبنا ولكن حنا كنوجهوا الرساله للاخرون النائمون المستيقظون اللي كيكذبوا عندنا ليل ونهار راه ما غنسامحوش لكم لا الدنيا والاخره راه وصلتونا لواحد الدرجه راه ربي اللي كيعلم عليها راه ما بقينا باش نعيشوا باش نتداووا باش نعيشوا وليداتنا باش نخلصوا الماء والضوء راه هنتونا ولكن لن نسامحكم انتم هنا اسياد وفي الاخيره غتولوا عبيد بحالنا هنا انتم اسياد ديروا ما بغيتوا فينا اسياد معنى الكلمه شوف دابا يعني مساله بسيطه شوف على الكره هاد الكره الا جينا حليناها نفسانيا راه ماشي خارجين فرحانين بالكره راه كنفرحوا بالمعاناه اللي عندنا اللي عشناها سنين ما الكره راه جات غير باساجي الكره راه غير كذوب شي هاد الفرحه اللي فرح الشعب 45 ولا 50 مليون راه فرح لان
بالزمن خصو يفرح، حيت الكرة راه غير اسلوب ديال اللاعب، الكرة هذيك عامرة غير بالهوا، ولكن حنا باش عامرين بالمعاناة؟ الكرة عندها غفترة 15 20 3 شهر وغتمر، أما حنا راه حياتنا كلها مرات ظلم في ظلم في ظلم. شوف اش واقع في جميع المرافق، المرفق اللي مشيتي ليه كنقول على الحكومة، الخواص أنا ما كنعرفهمش، هذوك لهم دينهم وهذه هي ديني. شوف دابا أي مرفق مشيتي ليه مكتوب عندك تعطيك شي وقت، واللي هضرتي معاه تقول لك غنصيفطك للحبس، وفعلا غنصيفطك للحبس. علاش غنصيفطك للحبس؟ حيت صورت الحبس في يدو، حيت بيناتهم غير باك صاحبي، تليفون يصيفطك للحبس يدير فيك التهمة اللي بغى يلفقها لك. أي تهمة. وأنا المرة الثانية كنشكر هذه الصحافة الشبابية، الله يرضي عليكم أيها الشباب الصحفيين، تبعتوا الفقير، سندتوا المظلوم، سندتوا للمحقور، ما خليتوا ما درتوا، وكنهنكم يا الصحافة الشبابية. هذه رسالة حملتوها على العاتق تاعكم، كما حملنا احنا المشعل 64 سنة، كنوجه لكم واحد الرسالة، قلبوا على الفاسدين، فضحوا المفسدين، فضحوا المفسدين أيها الشباب الصحافة، الله يرضي عليكم الدنيا وآخرة، وعاش الملك، الله الوطن الملك والسلام. أستاذ المحترم، يا سؤال تانا تنطرحه، احنا كن جينا لجنة العلاقات الخارجية اللي كنترأسها، العلاقات الخارجية والشراكة والتعاون في غرفة جهة الدار البيضاء سطات، غرفة الصناعة التقليدية، وكنكتشفوا كاين احتجاجات لدرجة بغاو يحبسوا لنا الطريق. حنا ما عندناش علاقة بهذا الأمر، إيه حنا كمنتخبين الدور ديالنا الدفاع المهنيين، لكن الهدف من الاحتجاج عرفناه من بعد أنه الناس كيقول لك سجلونا في السجل الوطني، كاين اللي تيقول لك بدون العلم ديالو، كاين اللي تيقول لك ما شرحوش ليا هذا الشيء. شنو تيأدي؟ تيأدي أن ناس عندها عمليات جراحية، كتلقى راسها أنها خرجت من السيستم ديال التأمين الإجباري لا سينيسيس لا مو لا سينيسيس. هذا الشيء تنطالبوا أنه يتوضع عليه حل، لأن الغرض من هذا الشيء هو الكيفية التسجيل ماشي الكم. الورش الملكي ديال صاحب الجلالة بغى التغطية الصحية الإجبارية لغير أجراء من أجل الحماية الصحية ديالهم، ماشي نتسببوا لهم في مشاكل. الناس اللي عندها عمليات مستعجلة دابا ما قدرتش دير العمليات، لأن تيقول لهم سيروا في كل المشاكل ديالكم. أنا كعضو منتخب من غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات، كنطالب رئيسة الغرفة تاخذ حل صارم بحكم العلاقة ديالها مع الوزارة، لأن الوزارة من نفس الحزب ديالها، الوزيرة ديال الصناعة التقليدية من نفس الحزب كنظن، خصها تواصل معاها باش يكون هناك حلول لهاد الناس، لأن الغرض ماشي العدد وإنما الكيفية. إلا بغينا هاد الناس بغينا لهم حلول، ما يمكنش نتسببوا لهم في مشاكل. من جهة أخرى كيف ما قلت للزملاء ديالك، كان عندنا اجتماع ديال لجنة العلاقات الخارجية، الموضوع كان تحيين ديال البرنامج ديال البعثات الخارجية، لأنه أنا كرئيس لجنة تعرضت لتساؤلات من الأعضاء، سمعوا أن شي ناس كتسافر على حساب الغرفة بدون استشارة اللجنة أو لا بدون وضع برنامج، على الأقل يكون برنامج، لأنه الدور ديال اللجنة في القانون الداخلي هو وضع برنامج ديال البعثات الخارجية من أجل إنجاحها. الإنجاح ديالها هي نجيبوا شراكات، نجيبوا خبرات، نجيبوا الحلول المهنيين، مثلا علاقات مع هاد الغرف باش تفتح آفاق لهاد المهنيين باش يبيعوا المنتوجات ديالهم، نتسوقوا للصناعة التقليدية اللي هي اللي الأساس من ما بين المداخل الرئيسية ديال المملكة المغربية. وإذا بينا كنتفاجئوا أن الناس كيسافر بوحدو. إلا بغيتي تسافر خصك تسافر على المال الخاص ديالك ماشي على النفقة ديال الغرفة. وهذا الشيء كنحاولوا نتصلوا بالرئيسة ما تتجاوبش. ملي كنسولوا الموظفين تيقول لك راه تختاروا، شكون ما قاد حتى واحد يقول، حنا كفى من هذا الخوف. إلا تنتخبتي كرئيس مجلس منتخب راه جيتي باش تخدم، ماشي جيتي باش ما تتواصلش مع رؤساء اللجان. كنتواصلوا مع الرؤساء ديال النواب ديال الرئيسة تيقول لك حنا ما في خبرناش. والعشوائية في أبهى حلتها. خاص يكون حل، ومن هذا المنبر حنا كنقولوا جينا باش نخدموا، ماشي جينا باش نشدوا المناصب ونبقاو جالسين. كيخليك هذا الشيء حنا كشباب دخلنا للسياسة كنبغيو حلول، بغينا نشوفوا الناس باغا تخدم. كنصطدموا بالواقع أن حتى
الرئيسه ما كتجاوبش، الرئيسه ديال الغرفه ما تتجاوبكش، هل يعقل؟ وكلام اخر غادي نخليه للمكان المناسب ديالو. وشكرا.